زميلي عدي، هنالك من يعتقد ان الانفجار حدث نتيجة خلل فني في صهريج الغاز. نعم. وهنالك من يقول ان صهريج الغاز قد كان ملغم بجسم غريب، وهذا الجسم الغريب ربما قد يكون صنع محلي ما تسبب بانفجار الصهريج وما ادى الى هذه النتائج الحتمية، ولكن يعني كصيغة نهائية لطبيعة الانفجار خلية الإعلام الأمني تحدثت عن أن الانفجار كان نتيجة خلل فني حدث في الصهريج، ولكن من خلال الموجودين هنا أبناء المنطقة والمحاذين لطبيعة الانفجار قالوا أن الانفجار ربما قد كان به يعني عمل إرهابي أو ربما كان به جسم غريب ما تسبب به الكثير من الضحايا، ولكن خلية الإعلام الأمني من خلال بيانها ومن خلال قيادة عمليات بغداد قالت أن الانفجار تسبب بخلل فني ولا يوجد هنالك أي عمل إرهابي كان في الصهريج. ولكن زميلي عدي، الصهريج ربما المسافة بعيدة جدا عن مكان الحادث. نعم. يعني هذا الملعب يعني يبعد عن الشارع العام الذي به الصهريج ربما أكثر من 400 أو 300 متر، ولكن حجم الانفجار ووقع الانفجار تسبب في الملعب وتسبب في عدد الضحايا بشكل كبير على الموجودين بالملعب وحتى على المنازل الخلفية في الملعب، أيضا تسببت بأضرار مادية وتسببت بأضرار بشرية. الحصيلة كما تحدثت لك زميلي عدي فهي متفاوتة ما بين 15 شخصا وما بين 20. الآن هنا المسعفون تحدثوا أن ربما عدد الشهداء قد يرتفع إلى أكثر من 20 شخصا لأن الحالات الإصابات كانت حرجة جدا نتيجة هذا الانفجار، بالإضافة إلى أن طبيعة الانفجار كان يحمل شظايا ما تسبب هنالك ما يسمى بتشينكو الحاد، أيضا تسبب بأضرار، ونتيجة الانفجار الناجم ونتيجة أيضا الشظايا تسببت أيضا بسقوط عدد إصابات أكثر حتى على المنازل الخلفية، وتسببت أيضا حتى أضرار على المنازل والمقاهي في المنطقة الطالبية التي تبعد ربما أكثر من 300 متر عن مكان الانفجار. طيب، بالتالي مهدي يعني هناك ربما الكثير من العناصر الأمنية في مكان الانفجار، هل من إجراءات أمنية اتبعت يعني بعد وقوع الحادث وما زالت تتبع في ذات المناطق المحصورة بين مكان الحادث؟ تفضل. يعني أكيد قائد عمليات بغداد ورئيس الوزراء ووزير الدفاع سيصلون، أما قائد عمليات بغداد وحتى الفرق التي وصلت إلى هنا من قطاعات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وعدت بأن تفتح تحقيقا بهذا الحادث الذي تسبب بعدد ضحايا أكبر. ربما يعني زميلي عدي يعني بعد مكان الحادث هنالك سيفتح تحقيقا بشأن الحادث الذي تسبب بالكثير من الضحايا، ولو نأخذ يعني عدد أحد الأعيان الذين كانوا متواجدين في الانفجار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك حبيبي؟ قبل قليل حدث الانفجار وأنت كنت قريب من هذا الانفجار. أنا شفت قريب وأنا شفت الشهداء بيدي. نعم. والجرحى صعدناهم بسيارات. الانفجار صهريج مال غاز طق عبور القناة منك وإجا نص الصهريج وقع بالملعب وجعل قهوة القاعدين بيها الناس تلعب دومنا وما أدري شنو طاولة وهذا وشربوا النرجلة طب عليهم وطب على البيت اللي بصفه. الشهداء فوق ال 13 وجرحى بال 20. زين الصهريج كان بعيد الصهريج عشان الصهريج بعيد. عبور القناة إذا اللي يسمعني 300 متر اي بهالحدود اي 300 متر بهالحدود اي هو انفجر من ذاك الصوب طبعا علينا حتى سيارات هناك احترق المنطق الصهريج بس احنا الصهريج طار علينا الحديد مالته نص صهريج جاء علينا كتل اهل القهوه وكتل القاعدين وطبع البيت وجرحى وشهداء. ايش قد عدد الموجودين بالقهوه؟ هوايه بال 200 واحد قاعدين هم يوميه قاعدين هم يعني هاي ال 200 واحد كلهم اصابات؟ لا 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 جرحى بحدود ال 20 نعم او شهداء بال 15 اي زين اللي يعني الايدين مقطعه الرجلين مقطعه الوجوه ما تبين مفجوعه فدع اي واحنا شلناهم بدينا احنا خليناهم بالاسعافات. زين الملعب كان بيه احد من صار الملعب يلعبون يلعبوا كره قدم يلعبون وحتى يعني استشهدوا وخطيب ملابسهم اي البيوت المتضرره هنا بس بيت واحد متضرر طبعا عليه صهريج الطاير بالجو هو نفسه اي نفسه اي وقع بالملعب راح زعف على اليمن على البيت. زين طبيعه الانفجار ناس تقول لغم ناس تقول عوف كل شيء لا هو صهريج مال غاز وليس نفط ولا بنزين ولا هذا صهريج مال غاز اي هي حبيبي كما رايت زميلي عدي ان طبيعه الانفجار كان ربما خلل فني في الصهريج ولكن تسبب بالكثير من الضحايا كما روى احد اعيان المنطقه واحد الموجودين هنا كان بالقرب
من مكان الحادث ما تسبب ربما الحصيلة متفاوتة ما بين 13 شخصا إلى 15 شخصا، بالإضافة إلى عدد الإصابات قد وصل إلى أكثر ما يقارب 20 شخصا، وقد تكون هذه الحصيلة الشهداء أكثر نتيجة الحالات الحرجة التي تعرض لها المصابون هنا وتسبب أضرار مادية وبشرية، وحتى الملعب الذي كان يلعب بها اللاعبون أيضا تضرر الملعب، وحتى المنازل الخلفية للمكان الحادث كانت لها أضرار بشرية، والسيارات أيضا الموجودة بالقرب من مكان الحادث ربما قد يكون هنالك تحقيقا أمنيا من قبل القوات الأمنية الموجودة هنا، إن كان الجيش العراقي الشرطة الاتحادية ستفتح تحقيقا بخصوص ما حصل في هذا الحادث.